أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية نقدمها لكم من قناة الفلوجة. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ هذه النشرة بأهم ما فيها. قرارات بشأن المغيبين والنازحين، لجنة برلمانية لمتابعة الإجراءات الحكومية. بعد خلو جدول أعماله من قصف الحشد، البرلمان يقر إجراءات لحفظ السيادة. رئيس الجمهورية يدعو لجعل العراق ساحة لتلاقي المصالح بين الدول لا التنازع. مستقبل الطاقة العراقية، الغضبان يكشف خططه والخطيب يعد بنقلة نوعية. من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله مجدداً. صوت مجلس النواب على تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الحكومية بملف المفقودين والمغيبين وإعادة النازحين، تضم رؤساء الكتل النيابية وممثلين عن لجان الأمن والدفاع والمهجرين وحقوق الإنسان والقانونية. كل ذلك جاء خلال اجتماع ضم رؤساء الكتل النيابية لبحث أهم الملفات التي تتعلق بعمل مجلس النواب في مجال الرقابة والتشريع خلال السنة التشريعية الثانية، حيث تقرر أيضا تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الحكومية والمضي بتشريع قوانين إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، بالإضافة إلى المحكمة الاتحادية وقوانين أخرى. عضو مجلس النواب أحمد مظهر الجبوري أعرب عن أمله بأن تكون خطوة تشكيل لجنة نيابية لمتابعة إجراءات الحكومة بشأن المغيبين بداية جادة لكشف مصيرهم وإنهاء ذلك الملف. موضوع المغيبين الآن بدأ يأخذ متسعاً من تسليط الضوء عليه. اليوم مجلس النواب أيضاً شكل لجنة، هذه اللجنة من رؤساء الكتل السياسية وكذلك لجنتي الأمن والدفاع والقانونية. هذه اللجنة ستنظر بملف المغيبين. من لا من يقول أنه لا يوجد مغيبين، أقول له أنت غير دقيق في نقل هذه المعلومة. هناك كثير من المغيبين، وأنا أعرف هناك أكثر من 50 شخص تم اختطافهم واعتقالهم في محافظة ديالى، ذولا فقط من أقربائي. حتى أكون دقيق في نقل المعلومة وأستطيع أن أزود من يرغب بذلك، أستطيع أن أزودهم بالاسم والعنوان والتفصيل وطريقة الاعتقال. الحقيقة نتمنى أنه الأيام القليلة القادمة تشهد وقفة جادة لهؤلاء، على الأقل أن هناك قسم من الأهالي يقول أنه إذا ابني بعد اعتقاله تم اغتياله، على الأقل أروح أصدر له شهادة وفاة حتى عائلته لا تنحرم من حقوقها ومكتسباتها. عوائل المفقودين في الصقلاوية تواجه معاناة جديدة تتمثل ببدء العام الدراسي واحتياجات أبنائهم الطلبة في المدارس من ملابس وقرطاسية وحقائب مدرسية. هذه العوائل تعاني من شظف العيش وصعوبة بتوفير لقمة العيش. التفاصيل في سياق هذا التقرير. عمر ماجد طالب في السادس الابتدائي، فقد والده أثناء عمليات تحرير الصقلاوية مع المئات من أهالي الناحية. هذا الطالب يشعر بالحزن عندما يرى استعدادات أقرانه للموسم الدراسي الجديد وهو لا يجد من يساعده. أنا أبويا مفقود، كان أبويا قبل يشتري لنا قطاسية، أقلام، ساعات، هسه أبويا انفقد. من يشتري لنا؟ من يشتري لنا؟ والله ما حد يشتري لنا، واحد ما حد يجي يصير علينا. أنا أبويا مفقود. أنا هسه صف السادس، أتمنى يرجعون. هسه أنا من المدرسة شوف الناس مشتري أنقهر. الموسم الدراسي عبء جديد يضاف إلى الأعباء التي تثقل كاهل عائلات المفقودين التي تعيش في حيرة يوميا مع أطفالها لتوفير لقمة العيش وعلاج المرضى منهم.
مشكلة. احنا عندنا حايرين بالمعيشة وحايرين بالمن من الطفل يتمرض نوديه للطبيب، حايرين فيها. هسه جتنا نوب مشكلة ثانية الى المدارس، يريدون قطاسيات ويريدون ملابس ويريدون جنط، كل شيء يريدون. هاي اهم شيء كبير، من يروحون يشوفون الناس يجون يحكون احنا هاي الجاهل لابس، هذا الجاهل مشتري، احنا ما عندنا هيك امكانيه ننطي ونلبسهم. واحنا نريد واحد يصد علينا يلتفت علينا يشوف العوائل المفقودين. عائلات المفقودين تؤكد ان ظروفها الاقتصاديه صعبه للغايه، وتجهيز الطلبه من ابنائهم للعام الدراسي الجديد مهمه شاقه للعوائل التي لا تتقاضى رواتب شهريه. والله ما عدنا يعني إمكانية، ما عدنا يعني نشتري القلم يعني صعبة. والله إحنا عيال يعني ضخمة، كل شيء ما عدنا والله، لا اشترينا لهم ملابس لا جنط لا دفاتير لا كل شيء، ويعني جهال كثيرين والله، وإحنا أربع عوائل. بهذه الملابس يستعد أطفال المفقودين في الصقلاوية للذهاب إلى المدارس، ولسان حالهم يقول متى تلتفت الجهات المعنية إلى حالنا. لقناة الفلوجة سلام خالد، الأنبار. استأنف مجلس النواب دوره التشريعي بعقد أولى جلساته في السنة التشريعية الثانية وسط سخط شعبي من جدول أعماله الذي خلا من إدراج فقرات مهمة لمعالجة معضلات عصية أثرت في سير البلاد. ورغم خلو الجدول من قضية استهداف معسكرات الحشد، إلا أن البرلمان شكل لجنة برلمانية لحفظ سيادة العراق من الاعتداءات الخارجية، وتضم اللجنة قادة الكتل البرلمانية بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع. بحثت لجنة الأمن والدفاع النيابية مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الاستهدافات المتكررة لمخازن الأعتدة التابعة للحشد الشعبي. وذكرت رئاسة مجلس النواب أن قضية استهداف مخازن الأعتدة ستكون ضمن أولى اهتماماتها ومدار بحثها خلال بداية الفصل التشريعي الحالي، فيما دعت إلى توحيد القرارات والتصريحات والمواقف الوطنية وإدارة أزمة الاستهداف بكل حكمة وشجاعة وتوازن، فضلا عن تنسيق الرؤى أمام كل الاستفزازات والهجمات الخارجية التي تستهدف سيادة الدولة وحفظ أمن البلد. أكد أعضاء في مجلس النواب أن السنة التشريعية الثانية ستشهد استجوابات لعدد من الوزراء قد تفضي إلى إقالتهم جراء القصور في أداء وزاراتهم. في هذه الدورة لحد هذه اللحظة لم تبدأ استجوابات، ستبدأ خلال هذا الفصل التشريعي، وسترى أن هناك مسؤولين قد يقالون لأنه قد تكون هذه الشبهات الفساد حقيقية، والآخرين قد يخرجون أبرياء لأنه إما هو غير فاسد أو قد تكون الأدلة غير كافية لإدانته. الشعب العراقي يلمس الكثير من الضعف في الكثير من الملفات على أرض الواقع، خصوصا الملف الأمني والملف الصحي والملف الرقابي، فمن المؤكد أنه سنسعى إلى داخل قبة البرلمان خلال هذا الفصل التشريعي إلى الاستدعاء واستجواب الكثير من الوزراء. أعتقد من 5 إلى 6 وزراء سيتم استدعائهم واستجوابهم خلال هذا الفصل التشريعي. أما الآن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة عضو مجلس النواب أحمد الصفار. أهلا بك سيد أحمد. ملف المغيبين والمفقودين أوكلت مهمة متابعة ذلك الملف إلى لجنة جديدة لمتابعة عمل لجنة قديمة بمعية الحكومات المحلية في المحافظات المحررة على رأسها الأنبار، صلاح الدين، ثم تاليا نينوى ومحافظة ديالى، وربما أيضا مناطق حزام بغداد. تلك حتى اللحظة تعد من مفارقات عمل مجلس النواب في إطاره التشريعي والرقابي. نعم، في الحقيقة بداية تحية لكم ولمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني اليوم مجلس النواب بدأ بأول جلسة ضمن السنة التشريعية الثانية الفصل الأول، وأمام هذا المجلس العديد من الملفات والقضايا والمشاريع القوانين، وبالتأكيد هناك خطة عمل موضوعة، وفي توقعي أنه هناك تأكيد ودراسة أكثر، لأنه عادة بالسنة الأولى من الدورة البرلمانية عادة تصير هناك مشاكل أو تلك أو
تأخير في بعض القوانين، وخاصة كما تعلمون أنه مشكلة العراق الآن أنه هناك عطل كثيرة وتوقف في عمل البرلمان، وبالتالي المنافسة بين الكتل السياسية وأحيانا تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة تعطل الإدراج الكثير من القوانين ضمن جدول أعمال المجلس. وحتى مسألة الاستجوابات اللي ورد ضمن تقريركم، يعني من حق النائب أن يوجه السؤال البرلماني أو الاستضافة أو يطلب استضافة أو استجواب لأي مسؤول بالدولة، سواء كان وزير أو وكيل وزير أو رئيس هوائي أو أي شخص آخر يعني. ولكن ليس بالضرورة أن يؤدي الاستجواب إلى سحب الثقة مثلا. الغرض منه أنه هناك تلك، هناك نقاط خلل، المجلس يفترض أن يقف على حقيقة وأسباب هذا الخلل، والهدف منه هو إصلاح الخلل. ولكن إذا وجد أنه هناك خلل كبير وليس بإمكان الوزير معالجة هذا الخلل وسيكون الأثر كبير وسلبي على الشعب، حين ذاك يكون للمجلس قراره النهائي. وهذا ايضا بالنسبه لسياده النائب، اعتذر يعني من كلام، لكن بالتالي ما تفضلت بالاشاره اليه ينسحب على ملف المغيبين والمفقودين، خاصه اننا نتحدث عن محافظات محرره يعني ربما مده التحرير تصل الى 3 أو 4 سنوات، او تحديدا هذا الملف ملف المغيبين والمفقودين، ما يترتب ايضا على ذلك من قضايا تنظيميه تتعلق بعائلاتهم بذويهم. نعم، للأسف يعني لأنه الظروف اللي مرت بالبلد كان ظروف عصيبة جدا، ومحافظات سقطت بيد التنظيم الإرهابي، وأيضا صار هناك يعني خلل كبير في التنظيم الاجتماعي، النسيج الاجتماعي العراقي، و صار هناك ابتعاد بين المكونات هذا الشعب، سواء على مستوى أنه المذهبي أو على المستوى القومي وآخر. بالنسبة للمغيبين يعني هناك كلام كثير وكثير، واليوم أنه قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تتكون من رؤساء الكتل ولجنتي الأمن والدفاع والقانونية لغرض الوقوف على حقيقة هذا الملف وإنهائه، لأنه هناك ضحايا لهذا الملف، هناك عوائل بانتظار من هو غائب عنهم، وبالتالي لابد من الوصول إلى نتيجة. إذا هم أحياء فيتخذ قرار بحقهم، إما يعادون إلى أهاليهم إذا كانوا بريئين وليست عليهم تهم معينة، وإذا كانوا مسجونين أيضا حتى أهاليهم يعرفون بموقفهم، ولا سامح الله إذا كانوا غير موجودين أو تم تحديد ذلك بسقف زمني. سيادة النائب، تم تحديد ذلك، عمل تلك اللجنة بسقف زمني معين؟ بالتأكيد، طالما أنه صدر قرار بتشكيل اللجنة، اللجنة سوف تجتمع وتتفق على آليات العمل بهذا الملف والوصول إلى نتائج، ونحن بانتظار النتائج، وبالتأكيد سنضغط على هذه اللجنة لكي تأتي بقرارات حاسمة ونهائية إلى البرلمان، لأنه ليس الشعب فقط محرج، وإنما نحن النواب محرجين أمام هذا الملف الخطير مع الأسف. نعم. في موضوع آخر سيادة النائب، بدأت الأنباء تترى فيما يتعلق بموازنة عام 2020 ونسبة العجز في تلك الموازنة التي ربما تصل إلى 72 تريليون دينار، وصحح لنا تلك المعلومة. طبعا في ظل اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل بمديونية إحداهما للأخرى. نعم، بالنسبة إلى موازنة 2020، في الحقيقة الموازنة لا زالت لدى الدولة في وزارة المالية، و
الوزارة شكلت لجنة بدأت بالعمل منذ الشهر الخامس، ولأول مرة نواب من اللجنة المالية النيابية يشتركون ضمن اللجنة الحكومية في إعداد الموازنة، لأنه كما تعلمون إعداد الموازنة هي من مهمة السلطة التنفيذية الحكومة، وتشريع الموازنة من مهمة البرلمان أو السلطة التشريعية، ولكن صار هناك إشراك بالعمل لغرض المزيد من التنسيق والمزيد من استغلال المال العام بما هو مفيد وما يحقق النفع الشعب. ما يقال بأنه نسبة العجز كبيرة، وهناك حديث عن أكثر من 70 تريليون، إلى حد الآن هذا الكلام غير مثبت نهائيا وربما هو مبالغ فيه، وبالتأكيد سوف تكون اللجنة المالية أمام مهمة كبيرة لتشريع موازنة 2020 والأعباء الكبيرة على الحكومة، ونحن باتجاه تغيير هيكلية الموازنة وتحويلها من موازنة بنود، موازنة تقليدية كلاسيكية، إلى موازنة برامج وأداء لغرض التأكيد على الجانب الاستثماري وحسن استغلال المال العام. ولكن ما ممكن بخطوة واحدة الانتقال من هذه الموازنة إلى موازنة أخرى، وبدأنا السنة بإشراك أو بتطبيق هذا النظام على قطاعين، قطاع التربية وقطاع الصحة، على أمل أنه يتم شمول القطاعات الأخرى في السنوات القادمة. بالنسبة لي ما أتفضلت به علاقة الإقليم والحكومة الاتحادية، سيدتي الكريمة، يعني مشاكل الإقليم مع الحكومة الاتحادية للأسف هي ليست وليدة السنة، وإنما بسبب الظروف والأحداث التي مرت على العراق وعلى الإقليم، هي بدأت من 2004 وامتدت إلى الآن. وبالتالي طالما هناك حسن نية لدى الطرفين، وأنا كنت في اجتماع مع حكومة الإقليم في الأسبوع الماضي، وهناك وفد سوف يصل إلى بغداد خلال 2 أو 3 أيام، وهذا الوفد هو وفد فني لديه معلومات وبيانات على كل الحقوق والالتزامات. يعني الإقليم لديه بعض النقاط اللي هي ما واضحة إلى حد الآن أمام العراقيين، أنه هناك مستحقات للإقليم لدى الحكومة الاتحادية وهناك مستحقات للحكومة الاتحادية لدى الإقليم. فالهدف هو أنه هذا الوفد يجي ويتباحث ويتحاور مع الحكومة الاتحادية، أيضا مع وفود متخصصة لغرض الوقوف على حقيقة هذه الحقوق والالتزامات المالية وإجراء مقاصة بين الطرفين. نعم، وبالتأكيد سنتابعها بدورنا بعناية. بالتأكيد نعم. بالتأكيد نعم، يعني هناك تفاصيل كثيرة قد لا يسع الوقت للدخول فيها، ولكن هي مجال بحث وحوار بين الوفدين. نعم، توضحت الصورة. عضو مجلس النواب النائب أحمد الصفار، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. دعا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى جعل العراق ساحة لتلاقي المصالح بين الدول لا ساحة للتنازع والخصومات. أستطيع أن أقول أن ما تعرض له العراق لم يتعرض له بلد آخر على الإطلاق، وحقيقة هذا يستوجب منا القائمين على أمر هذا البلد أن نكون على قدر المسؤولية، أن نحول هذه التحديات إلى فرصة كبيرة، وأن يتحول العراق من ساحة التناحر والتنازع إلى ساحة تلاقي المصالح الإقليمية، وأن يكون العراق محور لم يشمل المنطقة. صالح شدد على أن مصلحة العراق وشعبه تلتقي مع مصالح شعوب المنطقة. فنحن الخارجين من حروب العقود الأربعة لا نتمنى للحرب أن تنشب في أي مكان
في المنطقة والعالم، ونريد أن نركز على التنمية وتحقيق التقدم والتحول الاقتصادي المطلوب للتعاطي مع مشاكل بلدنا. هذه هي مصلحة العراق، وهي مصلحة تلتقي مع مصالح شعوب المنطقة. إلى ذلك، أكد وزير النفط ثامر الغضبان أن استيراد العراق للغاز من إيران ما يزال كما هو، لكنه يسعى في الوقت ذاته إلى الوصول لمرحلة من الاكتفاء الذاتي في الطاقة. علاقات مستقرة كما هي، نحن نستورد من جمهورية إيران الإسلامية الكهرباء بنسبة معينة، وكذلك الغاز لتوليد الكهرباء، ولكن في نفس الوقت نحن لسنا جالسون دون عمل. بالعكس، قبل أيام وضعت الحجر الأساس لمشروع كبير لاستثمار الغاز قدره 400 مليون قدم مكعب. قبلها بشهرين وافقنا على عقد أيضا ب 300 مليون قدم مكعب لاستثمار غاز الحلفاية في العمارة، الأول في البصرة، وهنالك مشروع ثالث. هذه المشاريع عندما تنجز خلال السنوات القريبة القادمة ستجعل من العراق له قدرة أن يكون مستقلا بالكامل في مجال الغاز، في مجال المنتجات النفطية والكهرباء أيضا. الغضبان كشف أيضا عن عزم وزارته القيام بإجراءات لتطوير قطاع النفط، فيما أكد أنها تعمل جاهدة لتنفيذ مشاريع كبرى من خلال استثمار الغاز. وقال الغضبان في كلمة له خلال انطلاق أعمال مؤتمر الطاقة الدولي في بغداد إنه يأمل بأن يشهد هذا القطاع تناميا مستمرا، وإنه يخضع لسياسات واضحة تهدف إلى بقاء العراق منتجا أساسيا للنفط والغاز، وأن توفر الحكومة الغطاء لاحتياجات الشعب العراقي من الطاقة الكهربائية، وأن يكون بيده التشريعات. اقتصاديا أيضا، أبرمت وزارة الكهرباء عقدا مع ائتلاف شركتي سيمنز الألمانية وأوراسكوم المصرية لإعادة بناء وتأهيل محطتي بيج الغازية الأولى والثانية في محافظة صلاح الدين. وقالت الوزارة أن العقد الموقع يتضمن تأهيل المحطتين اللتين تحتويان على 10 وحدات توليدية، فضلا عن تأهيل ونصب شبكات نقل الطاقة التابعة للمحطتين بقيمة مليار و320 مليون دولار، وبفترة إنجاز تدريجية قدرها 28 شهرا. وزير الكهرباء لؤي الخطيب أعلن أن وزارته على وشك إنهاء مفاوضات مهمة بنجاح مع شركات عالمية لإعادة بناء شبكة الكهرباء في المناطق المحررة، مؤكدا أن البلاد ستشهد قفزة في تطوير قطاع الطاقة الكهربائية خلال الأعوام الثلاث المقبلة. نحن الآن في صدد إنهاء مفاوضات هامة لإعادة مع شركات عملاقة لإعادة إعمار الشبكات المدمرة في المحافظات المحررة الأخرى، تحديدا المنطقة الغربية محافظة الأنبار. وإن شاء الله خلال الفترة الحكومية الحالية سيتشهد البلاد نقلة هامة ونوعية في تطوير الطاقة الكهربائية. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها أيضا. لن نسكت، حراك شبابي جديد لمحاربة الفساد ومقاضاة الفاسدين في العراق. بعد عودتهم من رحلة نزوح استمرت 3 سنوات، أهالي منطقة القيروان في قضاء سنجار تفاجؤوا بأن المنطقة ما زالت مدمرة وبلا خدمات. أكثر من 500 عائلة عادت من مخيمات جنوب الموصل إلى القيروان، وذلك بعد إبلاغهم من قبل الحكومة بعودة الحياة إليها، لكن المنازل ما تزال مدمرة والمنطقة بلا كهرباء أو ماء. الأهالي ناشدوا الحكومتين المحلية والمركزية، كذلك المنظمات الدولية، لتقديم دعم عاجل وسريع لهم من أجل الاستقرار في مناطقهم.
بعد عودة النازحين هناك معضلات في ناحية القيروان، حيث إن هذه الناحية بموجب قرار برلماني تم التصويت عليها بأنها ناحية منكوبة وإنها تحتاج إلى بعض الخدمات، ومن هذه الخدمات أولا إيجاد فرص عمل للعاطلين من الشباب لتمشت أمورهم العائلية، ثانيا إرسال المنظمات الخيرية والإنسانية إلى الناحية لمعالجة الماء وصالح الشرب وتقديم سلات غذائية ومساعدات. الواقع الصحي في القيروان سيء جدا، وفي تصريح للفلوجة قال مدير المركز الصحي للناحية خالد أسعد ياسين إنهم يعانون من عدم وجود صالات ولادة، حيث تضطر النساء للذهاب إلى مدينة الموصل التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر. احنا كمركز صحي في ناحية القيروان نقدم خدمات علاجية إلى أكثر من 60 إلى 70 مراجع يومي إلى هذا المركز، والعدد بالتزايد لأن رجوع العوائل من مخيمات النزوح العدد بالزياد. عندنا معوقة رئيسية ومعضلة رئيسية هي صالات الولادة وحالات الولادة اللي لازم تنحال إلى مدينة الموصل أو تل عفر وتبعد عنا 100 إلى 140 كيلومتر، وهذه معضلة كبيرة. وإحنا ناشد المنظمات والمجتمع وناشد، لأن إحنا من فتحنا مركز الصحي قبل 2.5 سنين لحد الآن منظمة ما جتنا، منظمة دوائية جت وقدمت خلال علاجية ماكو. احنا ناشد المنظمات بان احنا منطقتنا امنه ومكاننا امين جدا، واحنا متعاونين مع الاجهزه الامنيه والحكومه المحليه هي، واحنا نريد منظمات تجي لفتح صاله ولاده مثل باقي المراكز الصحيه بعاج بسنون بسنجار. احنا همنا لهالنج يطالبونا فتح صالة ولادة، لأن مكان صالة الولادة حيل قاعد نعاني، احنا بسيارة الإسعاف لا مرة ولا مرتين حالة الولادة والعرض واحد بالطريق يصير. ومع اقتراب العام الدراسي الجديد قال مدير تربية ناحية القيروان عبد الرزاق جاسم إن مدارس الناحية جميعها مدمرة جراء العملية العسكرية، مؤكدا النقص في الملاكات التدريسية بعد موجات النزوح الكبيرة للأكاديمية. تربية القيروان تحتاج إلى دعم كامل من ناحية التدريسيين والتعليمين والكوادر اللازمة، والعودة من النزوح أصبحت بأعداد هائلة خلال اليومين الماضيين، فبالأمس كانت العودة بحدود 350 عائلة واليوم بحدود 100 عائلة، والأيام القادمة ستشهد وفود أعداد كبيرة من النازحين إلى ناحية القيروان وإلى قراها. ولهذا نناشد المدير العام والمعاون الفني والمعاون الإداري والملاك في المديرية العامة لتربية نينوى بدعم تربية القيروان، لأن مدارسها فقط مدير فقط وخالية من الكوادر، والاعتماد كان في العام الماضي على المحاضر المجاني فقط. كما نناشد قسم الأبنية المدرسية في المديرية العامة لتربية نينوى بإعادة ترميم المدارس اللي تحتاج إلى ترميم، رغم أنهم قد أجروا الكشوفات اللازمة خلال العام الماضي، ونطالب أيضا بإعادة بناء المدارس المهدمة في ناحية القيروان من جراء عمليات التحرير. مجموعة من الناشطين المدنيين والمحامين والمواطنين يشكلون حراكا جديدا في بابل أطلقوا عليه اسم لن نسكت، يهدف إلى محاربة الفساد ورفع دعوى قانونية ضد المخالفات الدستورية. منذ عقد ونيف من الزمن والفساد ينتشر في كافة مفاصل الدولة حتى أنهك الأرض وأصحابها. اليوم انبرت مجموعة من الناشطين المدنيين لتشكيل حراك يعنى بمحاربة الفساد. المؤتمرون ذكروا حالات الفساد المتنوعة التي بدأت بالمحاصصة الطائفية المقيتة، وكان آخرها بيع مناصب مهمة في بابل وقطع أراض تعود للدولة. هذا النشاط وهذا الحراك وهذه النتائج شجعتنا إلى أن نوسع هذا العمل في محافظات أخرى، وخصوصا بعد أن تم تحريك دعاوى جزائية في محافظة بابل بخصوص المساحات الخضراء. المساحات الخضراء هي القشة التي إذا جاز التعبير كسرت ظهر الخضوع لإرادات الفاسدين، وأتصور أن هذا الحراك ممكن يأسس لعمل أكبر من مجرد محاربة الفساد. حتى وصل الحال. المنظمون لهذا المؤتمر الذي رفع شعار نحن الشعب نحن مصدر السلطات طالبوا السلطة القضائية بالوقوف معهم وعدم الانجرار وراء الفاسدين،
على حد قولهم. نأمل من القضاء شراكة حقيقية معنا في محاربة الفساد، باعتبار السلطة القضائية هي المعول الوحيد بعد تداعي كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ووقوعهم في بؤرة الفساد. أملنا الوحيد أنه القضاء والسادة القضاة أن يتفاعلون معنا بالمستوى اللي يجعل من حراكنا ناشط ومجدي وكابح لإجراءات الفاسدين فحسب، إنما ليجعلوا منا. يذكر أن محافظة بابل التي احتضنت المؤتمر شهدت في الآونة الأخيرة صفقات فساد كبيرة واضحة للعيان شملت جميع مرافق الدولة. من محافظة بابل عيسى العطواني، قناة الفلوجة. بعيدا عن الفساد الإداري واقترابا من الفساد البيئي، النهر الذي يعد أو تتغذى منه مئة أو الكثير من المواطنين عد أو يعد الآن مكب للنفايات ومياهه باتت مصدرا للأمراض والتلوث. نهر خراسان في ديالى الذي يغذي ناحية بهرز تحول إلى مكب للنفايات بسبب التجاوزات الكبيرة للمقاهي والمطاعم وبعض الأحياء السكنية، خاصة في جزئه الجنوبي الأكثر تلوثا. وحذر المجلس المحلي لناحية بهرز من كارثة بيئية وصحية تهدد السكان في حال استمرار التجاوز على النهر الذي يعد شريانا مائيا رئيسيا في ديالى. حقيقة نهر خريسان المصدر الوحيد لنا، وصاخة وجراثيم وأمراض، وهاي المحلات والبيوت والمجاري عليه، وتعرفوا مي أصلا مدى يجي مي بي، يعني يجي مي بي كلش قليل، ومسوين مشروع بنهاية بهرز يذب المي بخريسان يصعد بالعكس المي، النوبي يجيب الوصاخة بالزايد يعني كلها على نهر خريسان، وتعرف يعني والله حقيقة كلش متعذبين من هذا النهر. عيوني بالنسبة على عندنا هنا نهر خريسان، نهر خريسان هذا شو اسمه يعني تجينا الأوساخ يعني من داخل بعقوبة. احنا قبل كنا نتوقع بأن أهل المنطقة يذبون، لا تجينا من داخل بعقوبة. فإذا يقدرون يحاولون يسوون في شبكة قاطعة بين الخطين، بين خط بعقوبة وبين خط بهرز، المدة ينحصر هذا الوسخ. ليش هم يخليه ممتد على كل خريسان؟ فيحصلون في مكان واحد على المدلي هذا يتلوث المي كله. في إطار مشروع شباب العراق، ريادة في الحوار، أقامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ينامي ورشة عمل لبناء قدرات الشباب على المشاركة في عملية التعايش السلمي في المحافظات المنكوبة. التفاصيل في هذا التقرير. أقامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي ورشة عمل في مدينة أربيل تكملة لسلسلة ورش عمل شهدتها محافظات العراق، الهدف منها تعزيز دور الشباب في دعم عملية التعايش السلمي خصوصا في المناطق المنكوبة. قدموا أطروحات وحلول لمعالجة مشكلة البطالة والعطالة، بالإضافة إلى التفعيل القطاع الخاص وتحفيز الشباب والدور المهني للشباب. أخذنا آرائهم، أخذنا مقترحاتهم، هذه المقترحات سوف يكون جانب مهم في حواراتنا في اجتماعاتنا في مجلس المحافظة، ونأخذ بنظر الاعتبار دورهم. تضمنت هذه الندوة طرح أفكار تخص الشباب العراقي، منها كيفية إيجاد حلول لنسبة البطالة المرتفعة والحد من عمليات الهجرة التي باتت تهدد وجود الشباب العراقي داخل بلدهم. الشباب تطرقوا لمواضيع جدا مهمة، واحدة من عندهم المشاركة السياسية ودور الشباب في صنع القرار، كذلك تطرقوا لموضوع المساواة الجندرية والعنف اللي مارس ضد النساء، كذلك تطرقوا لمواضيع ثانية مثل البطالة، وكذلك موضوع جدا جديد وشان ملفت للانتباه هجرة الشباب. الشباب فئة كبيرة في المجتمع ويعانون من الكثير من المشاكل، وهناك غياب لدورهم الحقيقي. إقامة مثل هذه الندوات وورش العمل في المحافظات العراقية والإقليم تعمل على إيجاد حلول ناجعة لمشاكل الشباب، وتساهم في مد جسور التعايش السلمي بين أبناء البلد الواحد. لقناة الفلوجة، بشير الحسن.
يبيع محل حلويات يملكه مغترب عراقي شريحة من البقلاوة التركية ملفوفة بورق من الذهب عيار 24 قيراطا بسعر 1000 دولار في العاصمة الأندلسية جاكرتا. نعم، ويختص محل ماردين للبقلاوة في جاكرتا ببيع الحلويات التركية المصنوعة بأيدي أمهر الخبراء الأتراك في صناعة البقلاوة قادمين من مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، حيث نالت منتجاتهم إعجاب الأندونيسيين. ولجأ عبد الرحمن الحمادي صاحب المحل إلى تغليف البقلاوة بورق الذهب من أجل لفت انتباه الأندونيسيين إلى البقلاوة. إذن عبد الرحمن، مثل هكذا بقلاوة تصلح للعرض لا للأكل. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. قرارات بشأن المغيبين والنازحين، لجنة برلمانية لمتابعة الإجراءات الحكومية. بعد خلو جدول أعماله من قصف الحشد، البرلمان يقر إجراءات لحفظ السيادة. رئيس الجمهورية يدعو لجعل العراق ساحة لتلاقي المصالح بين الدول لا للتنازع. مستقبل الطاقة العراقية، الغضبان يكشف خططه والخطيب يعد بنقلة نوعية. المزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة دوت تي في أو من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بحفظ الله. في أمان الله. We'll be right back.